الشيء الثاني اللي رح نحكي عنه بهذا الاسبوع هو البولين اوبريتورز. قال اذا كان عنا المصفوفه اللي شايفينها قدامنا اللي هي عباره عن نتائج الطلاب بمذاكره معينه او فحص معين، وحبينا انه نجاوب على الاسئله التاليه: شو هي العلامات اللي اكبر من 60؟ مثل ما شفنا بالمثال السابق، نحن فينا نقوم بفلترة البيانات أو فلترة العلامات اللي هي أكبر أو تساوي 60. فهذا السؤال فينا نجاوب عليه. طيب شو هي العلامات يلي أكبر من 60 وأصغر من 80؟ هي الفكرة ما فينا نجاوب عليها باستخدام الشيء اللي حكينا عنه قبل شوي. ونفس الشيء السؤال الأخير: شو هي العلامات اللي أكبر من 90 أو أصغر من 60؟ كمان نفس الشيء بالمعرفة الحالية اللي عنا ما فينا نجاوب على هذا السؤال. طيب شو الحل؟ قال في عنا المعاملات التالية يلي بتساعدنا بعملية فلترة البيانات بشكل أفضل. المعامل الأول اسمه AND، يلي هي عبارة عن المعامل الأول اسمه AND بيكون النتيجة تبعه صحيحة عندما بيكون الشرطان محققان. مثال عليه: 2 أصغر من 3 and 50 أكبر من 10. فالنتيجة اللي طلعت معنا هون هي true. ليش؟ لأنه الشرط الأول 2 أصغر من 3 محقق، النتيجة تبعه true. والشرط الثاني اللي هو 50 أكبر من 10 كمان النتيجة تبعه true. فلأنه الشرطين هن النتيجة تبعهم true، فنتيجة الشرط الكلي هو true. المعامل الثاني هو or، يعني أو صحيحة عندما بيكون أحد الشرطين محققين فقط. فمثلا 2 أصغر من 3 هو محقق true، بينما 50 أصغر من 10 هو غير محقق، هو false. لكن لأنه المعامل اللي نحن مستخدمينه اسمه OR، يعني أو، ف true أو false، فالنتيجة هي true. المعامل الأخير هو not، اللي هو بيكون صحيح عندما بيكون الشرط خاطئ، وعادة نستخدمه لنعمل شيء اسمه negation، يعني نعمل نفي الشغلة. فمثلا هذا المثال نتيجة 3 أصغر من 1 هي false، لكن بما أنه حطينا المعامل اللي اسمه not فتحولت الفولس ل true والنتيجة النهائية هي true. فمثل ما شفنا على السريع، 2 أصغر من 3 هو true، 2 أصغر من 3 والشرط الثاني غير محقق فالنتيجة true لأنه هون مستعملين or، والأخيرا الشرط هو غير محقق لكن النتيجة true لأنه استعملنا المعامل not. شيء مهم انه نتذكره او نشوفه مع بعض اللي هو جدول الحقيقة لعامل الاند. فهون بتبين لنا جميع الاحتمالات اللي إلها علاقة بالاند. فمثلا اذا كان عندنا true and true فالنتيجة هي true، true and false فالنتيجة false، false and true فالنتيجة هي false، false and false فالنتيجة هي false. أما جدول الحقيقة العامل الأور هو على الشكل التالي: بيلزمنا فقط يكون موجود true وحدة بأحد الطرفين، يا هون يا هون، لحتى تطلع النتيجة true. أما إذا كان الشرطين false فالنتيجة لح تطلع false. وأخيرا جدول الحقيقة العامل not، ف not true هو false و not false هو true. كيف فينا نطبق هدول العمليات بالنمباي اري؟ قال على عكس المرة الماضية، بالنمباي اري ما فينا نكتب مباشرة and مثل ما شفنا بالمثال السابق اللي هو موجود هون، بينما نحن لازم نستعمل function موجود بالنمباي اسمه logical and مشان نعمل عمليات المقارنة، logical or أو logical not. وبقلب الparameters الخاصين بهذا التابع
بالبراميتر الأول بنحط الشرط الأول، وبالثاني بنحط الشرط الثاني اللي بيعبر عن الشيء اللي نحن بدنا نساوي. مثال على هذا الشيء، العلامات الخاصة بهدول الطلاب قمنا بتعريفهم وإسنادهم على شكل numpy array مثل ما شايفين هون، وقمنا بتطبيق المثال اللي حكينا عنه اللي هو العلامات أكبر من 80 وبنفس الوقت and أصغر أو تساوي 90. فباستخدام الفونكشن أو التابع اللي اسمه logical and الموجود بالفونكشن تبع الـ np الـ numpy قدرنا انه نحط الشرطين اللي نحن بدنا اياهم، العلامات اكبر من 80 وبنفس الوقت العلامات اصغر او تساوي 90. نتيجة هي التعليمة رح تكون على الشكل التالي مثل قبل شوي، مصفوفة من البوليان values يعني true او false قمنا بإسنادهم لمتغير اسمه npGrade. فالقيم اللي هي True بتعبر عن القيم اللي حققت الشرطين اللي هي 90 هي أكبر من 80 وأصغر أو تساوي 90، 89 هي أكبر من 80 وأصغر أو تساوي 90، وبنفس الوقت 86 نفس الشيء حققت هذا الشرط. أما القيم اللي هي False بتعبر عن القيم يلي ما حققت الشرط الموجود عنا. ومثل قبل شوي قمنا بإسناد المصفوفة اللي فيها الtrue والfalse values وحطيناها بقلب قوسين مثل ما كنا نعمل، وطلعت النتيجة عنا هي فقط القيم يلي حققت الشروط الموجودة عنا فوق. ومثل ما قلت قبل شوي هاد فقط مثال واحد على العمليات اللي فينا نستخدمها، بس نحن فينا نستعمل الأكبر أو أصغر، أصغر أو يساوي على الأرقام، على الفلوت نمبرز، على السلاسل النصية، أي شيء تقريبا نحن بدنا إياه فينا نستعمل عليه عمليات المقارنة.